السلام عليكم طلابي الأعزاء، عاملين إيه؟ إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض الهيكل العظمي الطرفي، بالتحديد هنشرح الطرف العلوي أو الهيكل الطرفي العلوي. بس مبدئيا كده إحنا عندنا جسم الإنسان كله بيحتوي على 206 عظمة. جسمنا بيكون فيه 206 عظمة. ال 206 عظمة دول اتقسموا لهيكلين، هيكل عظم محوري اللي بيكون في محور الجسم وهو الجمجمة والصدر والعمود الفقري، وهيكل عظم طرفي، وده قسمناه إلى طرف علوي أو هيكل طرفي علوي وهيكل طرفي سفلي. الهيكل العظم المحوري ده بيكون فيه 80 عظمة، إنما الهيكل العظم الطرفي بيكون فيه 126 عظمة. طيب يبقى احنا دلوقتي معانا الهيكل الطرفي ده، كده الهيكل الطرفي. الهيكل الطرفي ده قسمناه إلى هيكل طرفي علوي وهيكل طرفي سفلي، وقلنا إن كل العظام بتاعة الهيكل الطرفي بتكون 126 عظمة. طيب تعال نشوف ال 126 عظمة، وبعد كده نمسك الهيكل الطرفي العلوي. نوزع بس الأول 126 عظمة. إحنا عندنا كل طرف من الأطراف ده بيكون فيه 30 عظمة، يعني الطرف ده هو كله. خلي بالك في حاجة اسمها طرف علوي وهيكل طرفي علوي. مبدئيا كده أنا عندي حاجة اسمها طرف علوي وهيكل طرفي علوي. طب هو إيه الفرق ما بينهم؟ بص كده، أنا عندي الهيكل الطرفي ده، الهيكل الطرفي كله بينقسم إلى هيكل طرفي علوي وهيكل طرفي سفلي. عايزك تركز في الكلام كويس قوي. يبقى مبدئيا كده الهيكل الطرفي كله بينقسم الى هيكل طرفي علوي وهيكل طرفي سفلي. الهيكل الطرفي العلوي بينقسم الى حاجتين. اول حاجه هي ايه؟ اول حاجه هو الحزام الصدري، او ممكن نقول عليه حزام كتفي، وتاني حاجة وهو الطرف العلوي. يعني عندي الحزام الصدري والطرف العلوي، الاتنين مع بعض بيكونوا لي طرف هيكل طرفي علوي. يبقى نخلي بالنا الطرف العلوي حاجة والحزام الصدري أو الحزام الكتفي حاجة تانية، إنما الهيكل الطرفي السفلي برضه بينقسم إلى حاجتين: حزام حوضي موجود في الحوض، حزام حوضي موجود في الحوض، وطرف سفلي. يبقى الطرف السفلي حاجة والهيكل الطرفي السفلي حاجة، لأن إحنا عندنا الحزام الحوضي ده هو أحد مكونات الهيكل الطرفي السفلي، بس لا ينتمي إلى الطرف السفلي، يعني هما الاتنين مع بعض بيكونوا لي هيكل طرفي سفلي، كلهم مع بعضهم بيكونوا لي 126 عظمة. 126 عظمة. طيب ازاي؟ تعال نشوف ال 126 عظمه اتكونوا ازاي. بص انا عندي ده الجزء ده كده اسمه حزام كتفي ايسر، وده حزام كتفي ايمن، فالاتنين مع بعض بيكون لي حزام كتفي. عدد عظام الحزام الكتفي بيكون اربعه، اتنين هنا واتنين هنا. طيب واي طرف سواء كان الطرف العلوي الايمن او الطرف العلوي الايسر، يعني ده كده طرف علوي ايمن، لان انا في شخص واقف قدامي، فده كده ايده اليمين، دي ايده اليمين، فده اسمه هيكل طرفي علوي ايمن اهو، علوي ايمن. الهيكل الطرفي العلوي الايمن بيتكون من حزام كتفي ايمن وطرف علوي ايمن. الحزام الكتفي الايمن فيه عظمتين، والطرف العلوي بيكون فيه 30 عظمه وهقول لك عليهم دلوقتي. نفس الفكرة الناحية التانية، عندي عظمتين هيكل طرفي أو الهيكل الطرفي كله على بعضه بينقسم إلى حزام كتفي وطرف علوي. الحزام الكتفي بيكون فيه عظمتين والطرف بيكون فيه 30 عظمة، هنا 30 وهنا 30، وفي فوق عظمتين هنا على اليمين وعظمتين على الشمال بيكونوا حزام صدري بيكون عددهم أربعة. يعني كده الهيكل الطرفي العلوي كله على بعضه 60 وفيه أربعة، يبقى كده 64. طيب
تعال بقى نحسب تحت، انا عندي بداية من هنا كده يكون ده طرف سفلي، انما ده حزام حوضي. الحزام الحوضي في الشخص البالغ بيتكون من عظمتين، عظمة على اليمين وعظمة على الشمال، يبقى كام عظمة؟ هم عظمتين اتنين. لكن الحزام الكتفي كان 4 عظمات، وأي طرف عندي سواء كان علوي أو سفلي بيتكون من 30 عظمة، يعني الطرف السفلي ده بيتكون من 30 عظمة، وده برضو 30 عظمة، يعني 30 × 30 60، وفي 2 حزام حوضي، يبقى الهيكل الطرف السفلي بيتكون من كام؟ بيتكون من 62 عظمة. نجمعهم مع بعض يديني 126. احنا النهارده هنشرح الهيكل الطرفي العلوي. احنا قلنا ان الهيكل الطرفي العلوي بيتكون من ايه؟ الهيكل الطرفي العلوي بيتكون من حزام الكتف وبعد كده الطرف العلوي. يبقى في هيكل تاني، ناكد على المعلومه، هيكل طرفي علوي بيتكون من حاجتين. اول حاجه الحزام الكتفي، وده بيكون 4 عظام على الجنبين، وبعد كده طرف علوي، طرف علوي، وبيكون في الجنب، كل جنب بيكون فيه 30 عظمة، هنا 30 وهنا 30. وطبعا علشان خاطر الاتنين بيكونوا متشابهين، الاتنين بيكونوا متشابهين او متطابقين، هناخد جنب واحد بس، فيبقى كل عظمة هندرسها في الهيكل الطرفي العلوي في قصادها عظمة في الناحية التانية. ده كده منظر امامي، يعني في شخص واقف قدامي وانا شايفه من قدام. فهنا اول حاجة موجودة معايا في الحزام الكتفي، الحزام الكتفي ده بيتكون من عظمتين، بيتكون من كام؟ من عظمتين في الناحية دي، يبقى اكيد في عظمتين في الناحية التانية. احنا قلنا اي عظمة هندرسها هنا موجود قصادها واحدة هنا. اول عظمة معايا في الحزام الكتفي اسمها عظمة الترقوة، اللي بتبرز كده في الكتف دي، وبقول عليها علامات الجمال، من علامات الايه؟ من علامات الجمال. دي بتكون عظمة رفيعة موجودة في شكل افقي، عظمة رفيعة بتكون موجودة في شكل افقي، وخلي بالك العظمة دي بتكون موجودة في الامام، فبنقول عليها عظمة امامية، وممكن نقول عليها يعني الناحية الامام بتكون موجودة ناحية البطن، فنقول عليها عظمة بطنية. لكن ورا بيكون في، لو حطيت ايدك على كتفك كده من ورا، بيكون في عظمة اسمها لوح الكتف، لوح الكتف دي عظمة خلفية، يعني موجودة ناحية الظهر، فممكن نقول عليها عظمة ظهرية. طيب يبقى كده حزام الكتف بيتكون من الترقوة، بيتكون من لوح الكتف، يبقى الترقوة هي عظمة رفيعة موجودة ناحية الأمام، ولوح الكتف هي عظمة ظهرية أو خلفية موجودة ناحية الخلف. طيب عظمة لوح الكتف هنيجي نقراها كده في الكتاب، هيقول لك هي عظمة ظهرية، ماشي عرفنا إن هي ظهرية موجودة ناحية الظهر، طرفها الداخلي عريض، هي على شكل مثلث أهي. الطرف الداخلي بيسرس بيكون عريض اهي، عريض، انما الطرف الخارجي بتاعها بيكون مدبب، يعني الزاويه بتاعته بتبقى مايله، الطرف الخارجي ده بيكون مايل، وبيكون عندها تجويف اسمه التجويف الاروح، بيستقر فيه راس عظمه العضد، خلي بالك عظمه العضد بيكون عندها راس واحده هي، بيستقر في تجويف اسمه تجويف الاروح، فبيكونوا مع بعض مفصل اسمه مفصل الكتف. وبكده نبقى خلصنا الحزام الكتفي. طبعا هنرجع ونشرح الحاجات دي، احنا معانا صور اهي التانيه هنشرح عليها اهي، ده التجويف الاروح اهو، هنشرح عليها الحاجات دي كلها، بس انا سريعا كده بجيب لك تفاصيل بتاعه الهيكل الطرفي العلوي. طيب نبدا بعد كده للطرف العلوي، الطرف العلوي بيبتدي من عظمه العضد، ودي اطول عظمه موجوده في الهيكل الطرفي العلوي، مش موجوده في الجسم كله، دي اطول عظمه موجوده في الهيكل الطرفي العلوي. تمام، نقول عليها منطقه، دي المنطقه على بعضها دي اسمها منطقه الدراع، دي منطقه الايه؟ الدراع، بيكون فيها عظمه اسمها عظمه العضد. الراس العلوي لعظمه العضد بيستقر في التجويف الاروع، والراس السفلي او السطح السفلي ده بيكون مفصل الكوع، ومفصل الكوع ده بيتكون من اتصال 3 عظام، اول عظمه هي عظمه العضد، وبعد كده عظمتين الساعد، المنطقه دي اسمها منطقه الساعد، بيكون فيها عظمتين، عظمه كعبره ناحيه الخارج وعظمه الزند ناحيه الداخل. وبعد كده بيكون في عظام الرسغ واللي عددهم 8، يعني الساعد ده بيكون فيه عظمتين كعبره وزند، وعظمه الرسغ بيكون عددهم 8. وبعد كده راحت اليد، احنا عندنا 5 صوابع، كل صوبع بيكون فيه عظمه واحده يبقوا 5، وبعد كده السلميات، عظام السلميات بيكونوا 14، ليه؟ لان في سلميه 2 3، كل صوبع فيه 3 ما عدا الصوبع الكبير بيكون فيه 2 بس، فنيجي نحسبهم نلاقيهم 14. طب 14 و5 و8، 14 و5 و8 و2 و1 يدوني 30
عضلة، وفي ترقوة له كتف يديني 2 حزام كتفي. فيبقى كده معانا في الناحية دي كام؟ 32، والناحية التانية 32، يبقى كده معانا 64 في الهيكل الطرفي العلوي. طيب تعالى كده نشوف المنظر ده. ده كده الحزام، ده الحزام الكتفي اهوت، بيتكون من عظمتين. العظمة اللي بتكون موجودة ناحية الأمام هي الترقوة، والعظمة اللي بتكون موجودة ناحية الخلف هي لوح الكتف. بص، عظمة الترقوة بتتصل من الخلف بإيه؟ بلوح الإيه؟ بلوح الكتف، ومن الأمام بتتصل بعظمة القص. العظمة اسمها عظمة القص، وهنشرحها في القفص الصدري على حسب بقى انت اتفرجت على الفيديو انه الاول، يعني على حسب مين اللي نزل التاني. يعني ممكن تلاقي القفص الصدري هو اللي نزل قبل الطرف العلوي، فانت كده كده هو احنا شرحناها في جزئيه اللي شرحناها او هنشرحها على حسب ما انت هتتفرج على الفيديو في جزئيه القفص الصدري. المهم ان انت هتلاقيها موجوده على القناه برضه، الشرح بتاع القفص الصدري. الله اعلم بقى مين اللي هينزل الاول. المهم دلوقتي انا معايا، قلنا ان الحزام الكتفي ده بيتكون من عظمتين، عظمه الترقوه وعظمه لوح الكتف. عظمه لوح الكتف هي عظمه ظهريه انا موجوده في الخلف، بتكون على شكل مثلث، طرفها الداخلي عريض والخارجي بيكون مدبب. طيب انما الترقوه عظمه رفيعه بتكون موجوده في شكل افقي اهي، بتوصل ما بين الهيكل الطرفي وما بين الهيكل المحوري. ازاي؟ عشان ده برضه سؤال حلو خالص. يقول لك عظمه بتوصل ما بين الهيكل الطرفي والهيكل المحوري، مين دي الترقوه؟ طب الهيكل الطرفي مين؟ بتتصل بلوح الكتف، ده تبع الهيكل الطرفي العلوي. طب والمحوري مين؟ بتتصل بعظمة القص. عظمة القص أحد العظام المكونة للقفص الصدري، عظمة هي عظمة الكرفتة اللي بتكون موجودة قدام دي، بتشبهها شبه الكرفتة كده، تمام؟ فبتتصل بها مين؟ بتتصل بها عظمة الإيه؟ الترقوة. يعني لو جه دلوقتي وسألك وقال لك عظمة بتوصل ما بين الهيكل الطرفي والهيكل المحوري، تبقى عظمة الترقوة لحد دلوقتي، لان في بيكون عظم معانا تحت دلوقتي هناخده في الحزام الايه الحوضي. طيب ادي كده شكل عظمه الايه، ده منظر جانبي لعظمه لوح الكتف، منظر جانبي لعظمه لوح الكتف. التجويف ده هو اسمه تجويف الارواح، ده التجويف الارواح، ده التجويف اللي بيستقر فيه الراس بتاعت ايه، بتاعت عظمه العضد، راس العضد. فبيكونوا الاثنين مع بعض مفصل اسمه مفصل الكتف، مفصل ايه؟ مفصل الكتف. وعلى فكرة التجويف الاروح ده بيكون تجويف واسع ومش عميق، ما بيكونش عميق، هو بس بيكون تجويف واسع. طيب ايه النتيجة المترتبة على انه واسع؟ بيؤدي الى زيادة مدى حركة المفصل. يعني بيخلي المفصل ده، يعني بص هو في حاجه كويسه بتترتب على ان المفصل او التجويف ده بيكون واسع، حاجه كويسه وهو انه بيزود من مدى حركه المفصل، بيخلي ايدك تقدر ان انت تحرك دراعك ده يمين قدام شمال فوق، فبيكون في عندك مدى حركي واسع لمفصل الكتف. طب ايه الحاجه الغلط؟ بيكون معرض للخلع، معرض للخلع بسهوله جدا، بيتعرض للخلع بسهوله جدا، وكمان برضو بيكون عنده عدد اربطه بتكون اقل، عدد اربطه بتكون اقل مقارنه بالمفصل بتاع الحقي، المفصل بتاع الحوض اللي بيكون في التجويف الحقي. يعني بيكون عدد الاربطه اقل، عدد الاربطه بتكون اقل من مفصل الفخذ، والاثنين دول بيكون يعني دي الاسباب اللي بتخليه يكون ايه، المفصل الكتف ده بيكون خلعه منتشر او خلعه شائع جدا عن مفصل الايه، عن مفصل الفخذ اللي هو الهيب جوينت. يبقى دي في كده سببين معانا بيخلوا مفصل الكتف ايه، اكثر عرضه للخلع. طيب عظمه يعني افرض مثلا دلوقتي هو جاب لك عظمه لوح الكتف دي من غير مثلا ما نشوف، من غير مكان اتصال العضد فيها، انا هعرف ازاي الجانب الداخلي والجانب الخارجي بتاعها؟ يعني مثلا اكتشف لي شوف لي هو ده الكتف اليمين ولا الكتف الشمال. انا عشان اعرف الكتف اليمين او الكتف الشمال بحدد 6 اتجاهات. اول حاجه بحدد الاتجاه العلوي، ده الاتجاه العلوي. ثاني حاجه بحدد الاتجاه السفلي. طيب ثالث حاجه بحدد الاتجاه الخارجي، ده الاتجاه الخارجي. اهو عرفت ازاي ان هو خارجي. اول حاجه
ان بيكون في هنا عظمة العضد، العضد ده بتكون ناحية الخارج. طب افرض انا جبت لك رسمة ما فيهاش عظمة العضد، دي الحتة اللي انا عايز اوصلها لك بقى. بص ركز معايا، احنا بنقول ان لوح الكتف هي عبارة عن عظمة مثلثة الشكل اهي، طرفها الداخلي بيكون عريض اهو، انما الطرف الخارجي بيكون مدبب، بتلاقيه مايل كده. بص كده الحتة دي، احنا ممكن نمسحها تاني، نرسمها برسمة احسن من كده. بص بيقول لك عظمة مثلثة الشكل اهي، طرفها الداخلي بيكون عريض. يعني ايه عريض؟ الطرف الداخلي بتلاقي عريض كده، انما الطرف الخارجي بيكون مدبب اهو، فيبقى ده، ويكون في عنده تجويف اسمه التجويف الايه الاروع. فيبقى انا كده من غير ما ارسم لك اصلا العدد عرفت ان ده كده الطرف الخارجي، وده بيكون الطرف الداخلي. الحاجات دي بتساعدني فين؟ بتساعدني في تحديد الاتجاهات اهو. الطرف الداخلي اهو بيكون عريض، انما الخارجي بيكون مدبب. طيب يبقى ده كده الخارجي وده كده الداخلي. طيب كلام حلو خالص. طب انا عايز احدد بقى الامامي ولا الخلفي. ده انا ببص على العظمه دي من ورا ولا من قدام. بص انا عندي علامه اشوفها من قدام لو انا شفت عظمه الترقوه اهي، لو انا شفت عظمه الترقوه يبقى انا ببص من الامام اهو، زي الصوره دي كده، انا شفت عظمه الترقوه يبقى ده كده منظر امامي، لان انا شفت عظمه طريق الترقوه. طيب لو انا بص بقى، لو انا مشوف في حاجه اسمها شوكه، في حاجه اسمها شوكه عظمه الايه، شوكه عظمه لوح الكتف، بتكون موجوده فين؟ موجوده في المنظر الخلفي. عايزك بس تشوف صور كتير، تعمل تغذيه بصريه، يعني من كتر الصور اللي قدامك تبدا تغذي بصرك. بص كده، ده منظر امامي يعني منظر جانبي، بس ده السطح الامامي. ليه؟ او ده السطح الامامي. ليه سطح امامي؟ لانه مفيش الشوكه، الشوكه جايه من ورا اهيت اهو. فلو جيت تبص على عظمه لوح الكتف من الامام عباره عن اهي حته واحده اهي، انما المنظر من الخلف، بص كده ركز معايا، المنظر من الخلف فيه شوكه اهي، يبقى ده كده منظر خلفي. خلاص يبقى احنا عرفنا ان ده كده منظر خلفي اهو. ماشي خلاص كده انا حددت الست اتجاهات. ابدا بقى امسك العظمه دي وحطها على شخص واقف بيكلمك، واقف بيكلمك، يبقى هو الشخص ده مديني ظهره. ليه؟ لان انا ببص من الخلف اهو، وده الجانب الخارجي بتاعه، وده الجانب الداخلي، وده العلوي وده السفلي، يبقى ده كده كتفه الايه؟ ده كتفه الايمن، ده الكتف الايمن. يبقى فهمنا؟ يبقى انا احدد الست اتجاهات بتوعي، واعرف بقى اعمل تغذيه بصريه عشان خاطر اعرف المنظر الخلفي والامامي، وبعد كده احط العظمه دي على شخص واقف بيكلمني. يبقى اي رسمه قدامي هتجيلي دلوقتي هعرفك ازاي بقى ايه نحدد المنظر ده خلفي ولا امامي، ده دراع يمين ولا دراع شمال. طيب كده خلصنا الحزام الكتفي، ندخل بعد كده على عظمه العضد. عظمه العضد من فوق، من فوق اهيت، راس عظمه العضد بيستقر في تجويف اسمه التجويف الاروع علشان يكون مفصل الكتف. طيب من تحت بقى الجزء السفلي من تحت بيتصل مع مين؟ بيتصل مع عظمتين، عظمه اسمها عظمه الزند وعظمه اسمها عظمه الكعبره، والاثنين مع بعض بنقول عليهم عظمتي الساعد، عظمتي الساعد. بص عظمه الزند بيكون عندها تجويف اهوت، ده تجويف اهوت بيستقر في الجزء السفلي. اوعى تقول لي بيستقر في راس عظمه العضد، لان عظمه العضد عندها راس واحده بس، راس عظمه العضد يستقر في التجويف الاروع، لكن الجزء السفلي بتاع عظمه الزند الجزء السفلي بتاع عظمه العضد دي العضد بيستقر فين؟ بيستقر في تجويف الزند، بيستقر في تجويف عظمه الايه؟ عظمه الزند اهو. شايف التجويف ده كده؟ ده اسمه تجويف الزند، يبقى دي عظمة الايه؟ عظمة الزند. يبقى دي عظمة الكعبرة. طيب أنا عايز أحدد بقى كده، هو ده الدراع اليمين ولا الدراع الشمال؟ بص بقى، بالنسبة لمفصل الكوع، المنظر الأمامي أنا أقدر أحدده من علامتين. أول علامة هو إني أشوف لما أشوف مين العظمة اللي فوق مين، يعني مين العظمة اللي ظهرالي الأول اللي بارزالي قدامي، هل يا ترى هي العضد ولا الزند؟ اللي انا شايفها دلوقتي ان دي العضد اهي،
العضد هي اللي بارزة، لكن الزند ليها تكملة ورا اهي، الزند بيكون ليها تكملة اهي من هنا كده. وبالتالي انا شايف مين؟ انا شايف يعتبر البروزات بتاعت مين؟ العضد. كمان بيكون في فصة كده او حفرة موجودة في العضد، الحفرة دي بتكون موجودة في المنظر الامامي، يعني ده كده منظر امامي. عرفت ازاي؟ بسبب علامتين، اول علامة الحفرة، تاني علامة ان انا شايف مين؟ شايف الجزء الامامي بتاع العضد. انما انت عارف لو منظر خلفي كنت لاحظت ان البروز اهوت، البروز ده بتاع الزند كان ظاهر من ورا، كان هيظهر لي من ورا، بالتالي ده كده منظر امامي. طيب عايز احدد بقى، ادي خلاص حددنا العلوي والسفلي بسهوله. طيب مين الداخلي ومين الخارجي؟ هعلمك حاجه، الزند هي دايما عظمه داخليه، والكعبره هي العظمه الخارجيه في الوضع التشريحي. في الوضع التشريحي الكعبره بتكون ايه؟ بتكون خارجيه. طب الكعبره انه؟ الكعبره هي اللي بتكون صغيره عند الكوع. طيب قبل ما نحدد الموضوع ده كله، تعالى احفظك او افهمك كلمه حلوه. بص، العظمه ده اهي اسمها الكعبره، دي كده اسمها الكعبره. عرفت ازاي؟ بص، في ثلاثة لام عندي، احفظها بثلاثة لام. اول لام هي الكعبره، بتكون كبيره عند الصبع الكبير. بص بقى، ده الصبع الكبير اهو، الكعبره مالها؟ كبيره عند الصبع الكبير، يبقى الكعبرة كبيرة، أي ده أول لام، عند الصبع الكبير، وبتكون هي العظمة المتحركة. يبقى في تلاتة كاف، في تلاتة كاف، الكعبرة كبيرة عند الصبع الكبير، والعظمتين دول الكعبرة والزند بيكونوا عكس عكاس. يعني إيه عكس عكاس؟ يعني لو عظمة الكعبرة هي الكبيرة هنا تبقى صغيرة هنا، تمام؟ والتانية بتبقى عكسها، يعني الكبيرة عند الصبع الكبير هي الكعبرة، تبقى الصغيرة الزند. نعكس بقى هناك خالص، نعكس عند الكوع، الصغيرة تبقى مين؟ تبقى الكعبرة، والكبيرة تبقى الزند. طب مين العظمة الأكبر فيهم؟ الأكبر والأطول هي الزند، لأن الأطول، العظمة الأطول أهيت. لو جينا نبص كده بنلاحظ إن الزند بتكمل أهيت ورا الكوع، على فكرة عظمة الزند ده بتكمل جزء كده ورا الكوع، بيكون في عندها تجويف وبروز ورا الكوع، وبالتالي هي اللي بتكون أكبر وأطول، يبقى الأطول والأكبر هي الزند. الزند هي العظمة الداخلية. طب عرفت إزاي؟ لأن إحنا عندنا الكعبرة عند الصبع الكبير، الكعبرة كبيرة عند الصبع الكبير. طب في الوضع التشريحي، في الوضع التشريحي الصبع الكبير بيكون لبره، الوضع التشريحي بتاعنا الصبع الكبير بيكون ناحية بره، يبقى مين ناحية بره؟ تبقى الكعبرة هي العظمة الخارجية، كبيرة عند الصبع الكبير تبقى صغيرة عند الكوع، تمام؟ طب يبقى مين اللي كبير عند الكوع؟ الزند، وهكذا وهكذا. طيب يبقى مين العظمة المتحركة؟ يعني مثلا بص، الحركة دي اسمها حركة نصف دائرية أهي، مين اللي بيكون مسؤول عن الحركة دي؟ إحنا قلنا مين المتحركة؟ الكعبرة. تبقى الكعبرة تلاتة كاف، كعبرة كبيرة عند الصبع الكبير وهي المتحركة، ك ثلاثة ك، كعبرة كبيرة عند الصبع الكبير متحركة، والعظم ده كله بيبقى عكس عكاس. طب مين العظمة الأكبر أو الأطول؟ اللي هي الزند. طب نرجع هنا تاني كده، ده كده مفصل الكوع، ماشي، مفصل الكوع خلاص، عرفنا إن ده المنظر الإيه؟ الأمامي، وعرفنا إن دي العضد. طيب عرفت لي بقى إزاي إن دي الكعبرة وعرفت إن دي الزند؟ والله أنا عندي الكوع الصغيرة بتبقى مين؟ الكعبرة، لأن الكبيرة بتبقى، لأن الكعبرة بتبقى كبيرة هناك عند الصبع الكبير، يبقى الكبيره اللي هنا مين؟ الزند، والزند عنده تجويف بيستقر في الجزء السفلي لعظمه الايه؟ العضد، تمام. يبقى ده المنظر الخارجي، وده المنظر او ده الجانب الخارجي، وده الجانب الداخلي. حلو خالص بقى، خلاص حددنا ست اتجاهات. امسك بقى العظمه دي او المفصل ده وابدا حطه على شخص بيكلمك، على شخص بيكلمك، الجانب الخارجي اهو، بس بشرط يكون الشخص ده واقف في الوضع التشريحي، ما يكونش لافف ايده، يكون واقف في الوضع التشريحي. يبقى ده كده صبع الكبير اهو، ودي كده ايديه الاربع صوابع، يبقى ده كده شخص بقى، يبقى ده دراعه الايه؟ يبقى ده كده دراعه الايمن، الذراع الايمن او الكوع الايمن. طيب نيجي بقى على عظمتين الساعد تاني، قلنا ان الاثنين دول مع بعض بيكونوا عظمتي الساعد، الاطول والاكبر منهم هي مين؟ هي الزند، وهي اللي بتكون العظمه الداخليه. يبقى لما اقول لك عظمه الساعد الداخليه مين؟ تبقى الزند. طب هي عظمه الساعد الداخليه ثابته ولا متحركه؟ لا ثابته. امال مين المتحركه؟ عظمه الساعد الخارجيه اللي هي مين؟ الكعبره، اللي هي كبيره عند الصبع الكبير. طيب شايف دي كده عظمه مين؟ ده عظمه الزند اهو، ده التجويف اللي اسمه الزند. لو بص ده بقى منظر خلفي، وده طبعا جانبي،
وده كده امامي. شفت بقى لما تيجي تبص على الكوع بتلاحظ ان في بروز اهوت. البروز ده احنا ما كناش شايفينه بسبب وجود مين؟ عظمه الايه؟ عظمه العضد. فده كده منظر خلف المين؟ عظمه الزند. وده ايه ده؟ ده التجويف بتاع عظمه الايه؟ عظمه الزند. يبقى انا كده دلوقتي الهيكل الطرفي العلوي، الهيكل الطرفي العلوي عنده كام؟ يبقى اقول لك عدد تجاويف الهيكل الطرفي العلوي كام؟ عدد تجويف الهيكل الطرفي العلوي هيساوي 4. طيب 4 ليه؟ لان انا عندي 2 اروع و2 زند. انا عندي عظمتين لوح كتف كل عظمه فيها تجويف اسمه التجويف الاروع، وعندي عظمتين زند كل عظمه بيكون فيها تجويف اسمه تجويف الزند. يبقى كده عدد تجويف الهيكل الطرفي العلوي كام؟ 4. طب ليه؟ لو جيت قلت لك عدد تجاويف الهيكل الطرفي العلوي الايمن، لو قلت لك الايمن او الايسر اي واحد منهم بيكون فيه 2، الاثنين مع بعض كل الاثنين مع بعض بيكون فيهم 4. طيب بص بقى، احنا قلنا ان عظمه الزند اللي هي الكبيره اهي كده، عظمه الزند ده اهي، وده اهي كعبره ودي زند. مين فيهم اثناء الحركه ده اهي، بص شايف كده الحركه دي، مين فيهم الثابته ومين فيهم المتحركه؟ الزند هي اللي بتكون ثابته اثناء الحركه دي، حركه نصف دائريه الزند بتكون ثابته، لكن الكعبره هي اللي اتحركت اهي، الكعبره هي اللي اتحركت اهي، يبقى الكعبره متحركه. بس متحركه امتى؟ متحركه اثناء الحركه نصف الدائريه للساعد، لمنطقه الساعد. يعني بيقول لك في الحركه دي بتقول لك بيقول لك ايه بقى؟ ان الزند بتكون ثابته بالنسبه للكعبره اللي بتلف او اللي بتحرك حركه نصف دائريه. طب هل معنى كده ان الزند دي اصلا ثابته على طول؟ لا طبعا، الزند ثابته بالنسبه للكعبره، الزند ثابته بالنسبه للكعبره اثناء حركه الساعد حركه نصف دائريه، ولكن بتكون متحركه امتى؟ اهي ما هي اتحركت اهي، انتقلت من المكان ده وراحت المكان ده، يبقى متحركه في الحركه العاديه. لما اجي احرك الكوع بشكل عادي هي اتحركت. لكن هي ثابته بالنسبه للايه؟ بالنسبه للكعبره، ومتحركه بالنسبه لاي عظمه ثانيه عادي خالص بتتحرك مكانها. ده كده منظر ثاني اهوت، تعالى كده نحدد كده. ده اول حاجه هو منظر امامي ولا خلفي؟ طبعا هيكون في منظر امامي بسبب وجود ان في حفره اهيت، بسبب وجود ان في بروز بتاع العضد اهو. ده كده منظر ايه؟ امامي. ماشي، طب فين الزند وفين الكعبره؟ طبعا الكبيره عند الصبع الكبير تبقى دي كعبره، تبقى صغيره عند الكوع يبقى دي الالن اللي هي الزند. تمام، بس كده خلاص، يبقى احنا حددنا ده كده خارجي، لا الزند بتكون داخلي والكعبره بتكون خارجي. بس يبقى ده شخص واقف قدامي، هيبقى نفس الفكره برضو، ده هيكون ايه؟ كوع ايمن، كوع ايمن. طيب بعد كده خلصنا عظمتي الساعد، نبدا ندخل على عظام الرسغ. عظام الرسغ بيكون عددهم 8 عظام، 8 عظام. دي طبعا عظام بتكون قصيره، نوعهم بيكون عظام قصيره، بيترتبوا في صفين اهوت، صفين اربعه فوق اربعه، يعني اربعه فوق واربعه تحت، اربعه فوق واربعه تحت. واللي بالمناسبه على فكره الزند مش بتتمفصل معاهم، يعني الكعبره دي كده كعبره، الكعبره هي اللي بتتمفصل مع الجانب العلوي بتاع عظام الرسغ، لكن الزند لا تتمفصل، ما بيكونش في ما بينهم مفصل. عشان كده لما تيجي تركز في المنطقه دي بتلاحظ ان هي فاضيه، لو جيت تحط صبعك كده تلاحظ ان هي فاضيه. يبقى عظمه الساعد الداخليه اللي هي الزند لا تتمفصل مع الجزء العلوي لعظام الرسغ، مش بتتمفصل معاهم، اللي بتتمفصل معاهم هي كعبره فقط. طيب بعد كده ندخل على عظام راحه اليد. راحه اليد او كف اليد هم 5 عظام، دي من انواع العظام الطويله، نوعهم بيكون عظام طويله. اي نعم هم رفيعين هم، بس عظام طويل. عددهم كام؟ عددهم 5. انا عندي 5 صوابع ب5، يبقى راحه اليد كام؟ 5. طيب نيجي بعد كده للسلميات. السلميات بيكونوا 3 اهم، 1 2 3، 1 2 3، ما عدا الصبع الكبير بيكون فيه 2، بيكون فيه 2 بس. يبقى كده معايا كام؟ يبقى كده معايا المفروض 15 ناقص واحده، لان الصبع الكبير بيكون فيه 2 بس، يبقى معايا 14 سلميه. واللي بالمناسبه انا ممكن اسالك سؤال واقول لك، هو انا في كم مفصل ما بين عظام السلميات بتاعه كف اليد؟ في كم مفصل؟ بص عد معايا كده، ادي في مفصل اهوت، 1
2، يبقى الصبع ده فيه 2، الصبع ده فيه 2، وده فيه 2، وده فيه 2 اهوت، وده بيكون فيه واحدة بس. يبقى كده المفاصل اللي بتكون موجودة ما بين السلميات ادي 2 4 6 8 9، 9 مفاصل، 9 مفاصل موجودة ما بين سلميات الايه، سلميات اليد الواحدة. طيب يبقى نيجي نعدهم كلهم كده. لاحظنا ان انا معايا، بص بقى معايا، هبدأ اعد الطرف العلوي، الطرف العلوي بس واحدة في الدراع اللي هي العدد، 2 في الساعد اللي هم زند والقعبرة، يبقى كده 3، و8 اللي هم عظام الرزغ، يبقى كده 11. طيب و5، 11 زائد 5 اللي هم راحة اليد، زائد 14، 11 و5 16، 16 و14 30 عظمة. يبقى الطرف العلوي الأيمن في 30 والطرف العلوي الأيسر في 30، وعندي حزام كتفي 2 و2 يبقوا 4 اللي هم 2 طول قوة، و2 لوح كتف يبقوا 4، وهنا 30 و30 60، يعني 30 في اليمين زائد 30 في الشمال زائد 4 يدوني كده هيكل طرفي علوي في 64 عظمة. وبكده نبقى خلصنا الهيكل الطرفي العلوي. واستنوني طبعا في الفيديوهات اللي هشرحها، خلص كل الهيكل العظمي كله على بعضه، بس هنقسمه لفيديوهات علشان خاطر ما نطولش عليكم.